قلب الأمة في قلب اليمن، هذا ما يعبر عنه هذا المجسم الجمالي المنتصب منذ سنوات في هذه الجولة الحيوية من الناحية الجنوبية للعاصمة اليمنية، وقد توسطته أخيراً خريطة دولة فلسطين بكل جغرافيتها من النهر إلى البحر. مجسم يهدف بحسب أمانة العاصمة صنعاء إلى تعزيز الارتباط الفكري والثقافي لليمنيين بقضيتهم الأولى. نضع أنفسنا في طليعة المحور دفاعا عن القضية الفلسطينية وعن الوجود الفلسطيني، وأن نعبر عنها في كل مناسباتنا، ولعل اختيار أهم موقع في أمانة العاصمة هو تعبير عن مركزية القضية في الوجدان وفي الضمير وفي الواقع وفي الإحساس الوطني اليمني. بعد عشرة أشهر من العمل على المجسم، أزيح الستار عنه رسمياً بعد استحداث خريطة فلسطين ما قبل النكبة والاحتلال بكل ترابها ومدنها، يعلوها العلمان اليمني والفلسطيني، وتتوسطهما المسافة ما بين العاصمة اليمنية صنعاء والقدس الشريف عاصمة فلسطين التاريخية، وعلى طرفي المجسم يبرز شعاراء الصرخة ومحور المقاومة. المسافة التي تفصل صنعاء عن القدس ب 2480 كيلومتر هي المسافة التي سينطلق منها مجاهدينا إن شاء الله لتحرير فلسطين. مبادرة تؤكد عمق العلاقة بين الشعبين اليمني والفلسطيني بحسب ممثل حركة حماس في صنعاء، فضلا عن تجذر المقاومة ومبدأ رفض التطبيع. هذه الخريطة تمثل وتؤكد أن فلسطين، كامل فلسطين، هي حق للعرب والمسلمين، وأن المقاومة بإذن الله سبحانه وتعالى ستعيد تحرير فلسطين. على مساحة تتجاوز 10 أمتار وبارتفاع 9، نصب المجسم الذي تحيط به مساحات مرئية وضوئية. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.